اخواني كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم معي في قناه جولي صغيره، وكنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وديروا لينا جيم وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. واليوم جينا لكم واحد الموضوع اللي هو واحد الدواء اللي هو ايلوان. هاد ايلوان هو عباره عن كومبريمي في حبه واحده، وهاد ايلوان هو مانع للحمل في الحاله الطارئه. الغرض ديال ايلوان هو تجنب حدوث الحمل بعد إقامة علاقة جنسية غير محمية أو تمزق يعني العزل الطبي الخاص بالشريك ديالك أو الانزلاق ديال العزل الطبي أو يعني فشل يعني في استعمال وسائل منع الحمل الخاصة بك. في هذه الحالة هذه يمكن لك أنك تستعملي ايلوان وتستعمليها في اسرع وقت، يعني تستعمليها في اسرع وقت ممكن، يعني في بعد الاقامه الغير محميه في مده لا تتخطى 5 ايام، يعني 120 ساعه الاكثر. وهاد الايوان هادي الا خديتيها راه مزيانه، حيت الحيوان المنوي يمكن يعيش في الرحم ديالك الى مده 5 6 ايام بعد اقامه الجنسيه. وهاد الايلوان هذا راه كيناسب جميع السيدات اللي في العمر، يعني في عمر الانجاب وحتى المراهقات. وهاد الايلوان هذه يمكن لك تناوليها حتى في اثناء الدوره الشهريه ديالك، يعني واخا عندك الدوره الشهريه يمكن لك تستعمل الايلوان. وايلوان الا كنتي يعني الايلوان الا كنتي حامله راه ما غاداش تخدم، يعني ما تخدمش اذا تاخرت عليك الدوره الشهريه، وتقدري تكوني حامله وعندما تتاخر الدوره الشهريه ديالك او لاحظتي اعراض تشير الى وجود الحمل، يعني مثل تحسي بالتدي ديالك ثقيل او فك الغايتين في الصباح، هذه الحاله هذه يجب عليك الاستشاره ديال الطبيب، يعني استشاره الطبيب. تاخذ الايلوان ما غادي لك والو، لان يعني الايلوان هذا ما غاديش يمنع الحمل ديالك، هذا هو الغرض منه. الايلوان هذه راه مزيانه يعني لتفادي بزاف، يعني في تفادي بزاف ديال الاغلاط كيطيحوا فيهم الناس، اللي يعني كاين اللي كينسى ما كيتشربش فاني ديالها، كاين اللي كيتقطع العزل الطبي او شي حاجه اخرى بحال ما كان. هاد ايلوان هذه هي اللي كتعتقد انسان كيف خلعو، ولو كانت العلاقه غير محميه راه في اي وقت خلال الدوره الشهريه ديالك يقدر حوتو يقدر يوقع لك الحمل. المهم انا كنصح بهاد ايلوان هادي اللي هي حاليا راه متواجده بالصيدليات، هي الوحيده اللي يعني كتقوم بهاد المسائل ديال انك ما تخليكش تحملي الى غد، يعني الى نسيتي الدواء ديالك ما شربتيش او وقع شي غلط ما بين بينك وبين الشريك ديالك في علاقه جنسيه غير محميه. المهم ما عليك غير ايلوان. المهم هاد ايلوان هادي راه الثمن ديالها كيدير 145 درهم، وراه موجوده بالصيدليات، هو الكومبريمي الوحيد اللي كاين دابا حاليا اللي كيتعطى بهاد يعني باش يتحمى الانسان، يعني ما يوقعش في غرق ديال الغلط ديال الحمل. راه كاينه نوغليفو ولكن حيدوها دابا، ولات كاينه ايلوان هي بوحدها هي اللي كاينه، وراها كدير 145 درهم وموجوده في الصيدليات. المهم هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم، كنتمنى منكم انكم تابونوا معنا وتشجعونا وتزيدوا تساندونا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. وحنا راه الاشاره ديالكم، اللي عنده شي سؤال ولا شي تساؤل ولا شي حاجه يخلي لنا سؤال وحنا راه نجاوبوا في الكومونتير. وكنتمنى منكم تشجعونا، وتبارك الله عليكم بزاف، وشكرا شكرا بزاف على التفاعل ديالكم معنا، وتبارك الله عليكم.